شوف انت بتاخدي كام وانا رقبتي ليك يا ست الكل. يا ابن الكلب يا سفله يا بنت خوني يا بنت الكلب مش سايبك. بقى الرمه اللي انت متجوزاها يتهجم عليا. وانت ايه يا حبيبتي اللي جابك وانا مش هنا؟ انت رجعت تتعاطى الهباب ده تاني في السجن؟ عشان كده احنا محتاجين حد حقيقي يكون عايز يشتري سلاح من النوع اللي بيبيعه ناجي الخليلي. وطبعا ناجي الخليلي علشان يبيع الشحنه دي لازم هيتصل بالضابط الكبير او الشريك، وبالتالي احنا هنعرف هم مين. انزل بيع كل السلاح اللي عندك للصياد ووافق على السعر اللي هيعرضوا عليه. سلامه. عايز اعرف يعني ايه واحد اعمى يقتل 3 رجاله مسلحين في 3 ثواني ويختفي؟ جايز حد بيساعده؟ مطلوب من مدحت خدمه، هساعدهم في التحقيق بتاع قضية الصياد وتجار السلاح اللي انا قلت لك عليه. وفي مقابل ده هيخففوا الحكم؟ هيلغوا القضية خالص. التمرجي مش عارف الدكتور مخبي الملفات فين بما انه لسه عايش. في 3 ملفات ناقصين من عند الدكتور. قدامهم فين؟ بقول لك ايه، ما تجننيش، انت فاكر يعني ايه؟ وانا ايه؟ انا ممكن اصفيك عادي جدا، وانت حشرة اساسا ما حدش هيسأل عليك. انت مش فاهم حاجة، انت مش عارف انت بتنخر ورا مين؟ ايه علاقتك بسيد الطحان؟ مين؟ اللي عرفتيه عن سيف عبد الرحمن؟ أحلى مسا على عيونك يا برنس. وطي صوتك، الله يخرب بيتك هتفضحنا. فيه يا عم؟ احنا بنعمل حاجة غلط؟ احنا عملنا الغلط خلاص. معايا ليك حاجة تمام. لا بقى، لا، ده كده أمير باشا راضي عني قوي. راضي عنك قوي. طب فين؟ مينفعش. شكرا يا شريف، تعبتك معايا. مش عارف اقول لك ايه، البقاء لله. شدي حيلك، شدي حيلك. شكرا. 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 شدي حيلك. الحمد لله، تعبتك معايا يا فندم. لا ابدا، لا تعب ولا حاجة. تقدر تتفضلي انت عشان الناس اللي عندي. شكرا. تفضلي. تفضلي. شكرا. 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 أحب أعرف حضراتكم إن قضية الصياد اتقفلت بالنسبة لنا تماما. هي فنش كده؟ كل ده يعني؟ عشان أنا قلت كده. إحنا عندنا شغل تاني. في جماعة إرهابية بتهدد الأمن القومي للبلد، وقضيتهم محتاجة مننا كل تركيز الفترة اللي جاية. ايوه بس يا باشا. ما فيش بس. الله. كفاية الخيبة اللي احنا فيها. ما عادش في ميزانيات للموضوع ده. حتى التحقيقات اثبتت انه تقريبا قتل معظم الناس اللي عايز يقتلها. وعموما اذا ظهرت قضية تانية وحد اتقتل تاني، في جهة تانية هتتولى التحقيق. اما بالنسبة لنا قضية الصياد اتقفلت تماما. اتفضلوا حضراتكم. اتفضل يا باشا. لا انا حاولت مش اقدر اتجنب التغيير الكبير اللي حصل في حياه الناس اللي انتم مديتوا لهم ايديكم. بحاجات بسيطه صغيره قدرنا نغير حياه مئات الناس. ادخل. كنت عايز عايزك تقولي لناجي الخليلي انك قدرتي توصلي للراجل اللي بيشتغل مع الصياد. ممكن افهم اكتر؟ قولي له انك سمعتيني وانا بتكلم مع العقيد حمدي، وكنت انا بقول له ان انا وصلت للراجل ده وان معايا عنوانه ورقم تليفونه. وده حد حقيقي فعلا؟ وانت هتفرق معاك في ايه؟ يمكن اساعد. ايوه حد حقيقي، دا
ده واحد كان متهم عندي وبثق فيه وخدمته قبل كده ومستنيه يرد لي الجميل. طب انا اعرف حد بس مش واثقه فيه قوي، لكن كل اللي اعرفه عنه انه طماع، والطمع بيخلي الناس تعمل حاجات كتير يمكن اكتر بكتير من الناس اللي عايز ترد الجميل. يبقى خلينا مع اللي عندك. كويس انك تشارك حد سرك، مفيد. حدش عارف لسه هتفيدك ولا لا؟ طول ما انا عارف هي عايزه ايه هعرف اتوقع تصرفاتها وردود افعالها. وانت متاكد ان انت عارف هي عايزه ايه؟ لا، بس عارف جزء منه. اللي عارفه ده كفايه كتير. ايه اللي بتقوليه ده؟ انت اتحبلتي ولا ايه؟ يعني ايه محتاجه فلوس؟ مهما كان اللي هتاخديه ما تعرضيش نفسك للبلاوي دي. انت غاويه سجن وبهدله، ويا ريتها على سجن وبس. ده انت لو فضلتي عايشه من اصله كام؟ بقول لك ايه، حلي عني الله لا يسيئك، وما تتصليش بيا هنا تاني ولا تهوبي ناحيتي، انت فاهمه؟ وانا مالي يا اختي؟ مش كفايه اللي جرالي بسببك؟ بقول لك ايه، لو اتصلتي بيا هنا تاني انا هبلغ عنك في 60 داهيه. سلام. جرالك ايه يا بنتي؟ بتزعقي ليه في التليفون؟ مش شايفه معايا موكل جوه ولا ايه؟ تصدق ان انا كنت غلطانه، والواحد ما بيتعلمش ببلاش. انت لسه برضه بتكلمي البت رد السجون دي برضه ولا ايه؟ اه. وكانت بتقول لك ايه؟ مش مهم. انا كنت سامعك بتقولي فلوس وبتاع، هي هتسرق وعايزاك تساعديها ولا ايه؟ ايه ده؟ لا طبعا. طب ما تنطقي وتقولي في ايه بدل ما ارمي امك في الشارع؟ مفيش. بنت الكلب تعرف واحد بيتاجر في السلاح وعايزاني اشوف لها زبون. ربنا يسهل ونشوف. ما تقلقش. وائل باشا حبيبي، عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. عايز اعرفك على نجيب خالد العشري. اهلا وسهلا. اتفضل. معلش يا باشا انا اسف على الازعاج، بس كنت عايز اسال على حاجه كده. اتفضل يا فندم. احمد باشا ده دفعتي وخدمنا مع بعض، وكنت انا وهو في الكليه في عنبر واحد، هو ما بيخبيش حاجه عليا. اصدقاء سوء يعني؟ وعلى طول في سيرتك سعادتك. سيرت انا؟ طب اتكلم في حاجه عدله يا جدعان. باشا هو ايه اخبار سيف باشا عبد الرحمن؟ مش عارف، بس حضرتك بتسال عنه ليه يا فندم؟ انت كنت حكيت لي الحكايه اللي هو قالها بتاعت الصياد. اه، اصل انا وقعت تحت ايدي قضيه كده، وبصراحه شاكك ان المتهم ان فيها ليها علاقه بالموضوع. ازاي يعني؟ المتهم ده هو التمرجي، واسمه ونيس. مين التمرجي ده؟ اتقبض عليه من اسبوع في خناقه كده تافهه، بس ليه ملف سوابق محترم. اه كمل. وكان شغال عند دكتور نفسي اسمه مرتضى. اه ايوه صح، افتكرت. انا كنت قلت رحمه باشا على الموضوع ده قبل كده. حصل. وعلى حسب كلام سيف عبد الرحمن ده الدكتور اللي كان الصياد بيتعالج عنده والصياد قتله. الكلام ده مش مظبوط. نعم. الدكتور اتقتل بسبب مراته. مراته كانت على علاقه بواحد اسمه شريف عباس. شريف عباس ده اتقتل برضه قريب. التمرجي ده لما اتحفظنا عليه كان معاه حشيش، وكان بيساومنا علشان يخرج من القضيه، وقال ان في معلومات مهمه جدا عن اللي قتل الدكتور مرتضى. بقولك ايه، براح عليها شويه كده عشان مش فاهم منك حاجه. ايه علاقه التمرجي بالشريف عباس بالدكتور بالصياد؟ ما انا جيت لسعادتك علشان كده. انا عايزك تقرا القضيه دي وتقارن الاقوال اللي قالها الرائد سيف عبد الرحمن اللي قالها لكم في الجهاز هناك، لان كل المتورطين في الموضوع دوت ليهم علاقه بالصياد وناجي الخليلي والناس دي كلها، وده معناه ان في احتمال من الاثنين، يا اما التحريات اللي عملناها غلط والتمرجي دوت بيسوحنا، وده طبعا صعب، يا اما سيف عبد الرحمن كذب علينا في كل كلمه بيقولها. بالظبط. انا عايز اشوف التمرجي ده لو سمحت. كان في جرح بشع في وشه اللي عمله له الصياد، وقال لي انه كان كده بيحذره بس، لانه كان بيحاول يعرف حاجات المفروض ما يعرفهاش. مفيش جرح يا فندم. بص، انا عايز اعرف منك شويه حاجات كده، وعايزك تفتح لي قلبك وتبقى صريح معايا. وهتخرجني؟ اخرجك وهفسحك ونجيب جيلاتي واجيب معايا الكوره وننزل الميه كلنا.
أنا النقيب وائل نصر الله. مباحث. تشرفنا يا فندم. هو أنا خدامك ونيس المر تمرجي سواق سباك ورقبت سباك. سباك؟ طب كويس ده عشان عندك كوع عندي بص بيطرقع فجأة كده بس مش مهم. خلينا في التمرجي. بس أنا يا فندم ما بديش حقن. حلو. أنا عايزك تكلمنا عن واحد كان بيتعالج عند الدكتور مرتضى. الله يرحمه. بس أنا معرفش كل اللي كانوا عيانين عند الدكتور مرتضى. أيوة بس المريض ده بالذات أكيد هتفتكره. وده مين يا باشا؟ الصياد. الصياد ده يعني اسمه ولا لقبه ولا هو بيشتغل صياد ولا إيه؟ أنت ما تعرفوش ولا إيه؟ يا فندم مش عشان ما أعرفش لقبه يبقى ما أعرفوش. ممكن يا فندم أبقى عارفه؟ طيب سمعت عن واحد ضابط اسمه سيف عبد الرحمن؟ طبعا هو زميل حضرتك؟ انا اللي بسال. لا مؤاخذه يا باشا لا مؤاخذه. النقيب سيف عبد الرحمن زمانه دلوقتي بقى رائد وهو صحيح اللي كان ماسك قضيه الدكتور مرتضى الله يرحمه. ووصل فيها لايه؟ ولا حاجه يا فندم. ما قدرش يثبت اي حاجه لان الموضوع كان صعب حبتين. ازاي؟ ما انا ما اقدرش اتكلم حضرتك الا لما ارسى على بر واعرف احنا هنتفق على ايه. هو ايه اللي هضيع في قضيه هو ضيع في داهيه بلا سبب يعني. انت سمعت عن الضباط اللي بيموتوا؟ الضباط اللي اتقتلوا في واحد بيذبحهم. اللي انا بسالك عنه ده له علاقه بالموضوع. يعني لو ما اتكلمتش وجبت من الاخر يا برنس فما فيش ضابط في مصر مش هيبقى عايز يجي ويحقق معاك وهيعملوا معاك احلى شغل. الشغل هيبقى متعه وطبعا هتتكتب في كتب التاريخ. يوميات ونيس رعب. فايه رايك تتعاون معايا بالراحه كده ونستغل القعده اللطيفه الظريفه واللمبه المنعشه ولا نكمل تحقيق في السلخانه؟ يخرب بيت عقلك ايه المفاجاه الجامده دي؟ ازيك يا طارق؟ ازيك يا قول؟ معلش انا ما عرفتش اكلمك في التليفون عشان اللي عرفته النهارده لازم اقوله لك فيس تو فيس. في ايه؟ انت لازم تكلمه في الجهاز يا طارق. تكلم حد تكون متصل فيه. حمدي باشا مثلا. اكلمه اقول له ايه يا ابني؟ احنا لازم نقبض على الرائد سيف عبد الرحمن. ايه؟ مش معقول يا ابني اللي انت بتقوله ده. بقول لك كذاب كذاب. الموضوع بتاع الدكتور النفسي ده طبعا كذب. مش حكاية ان هو اعمى او بيوصف حاجات وتفاصيل او واحد غلط. لا لا انا شاكك في كل كلمة قالها لنا يا طارق. شكرا. طب ودي حاجة نقدر نقبض عليه ازاي بيها يعني؟ ده اسمه تضليل. شهادة زور. شهادة زور ايه؟ هو الشهادة اللي شهدها كانت شهادة رسمي. ايا كان الكلام اللي انت هتختاره للكلام اللي قاله لنا سيف عبد الرحمن تعمد يقول لنا معلومات غلط. طيب ماشي وماشي. قول لي بس انت وصلت لايه؟ بص يا سيدي تمرجي اللي كان شغال عند الدكتور مرتضى ما اعرفش حد اسمه الصياد. طب ممكن يكون بيكذب. لا ما بيكذبش لانه اصلا ما فيش اي جرح في وشه. وفي حاجه تانية كمان الدكتور مرتضى ما اتقتلش بالطريقه اللي سيف حكاها لنا. الراجل كان شاكك ان مراته بتخونه مع واحد تاني وهددها انه هيبلغ البوليس وهددها بالقتل. تاني يوم لقوه مقتول. اتسجنت؟ لا. طيب يبقى لغايه دلوقتي في احتماليه ان الصياد يكون هو اللي قتل الدكتور؟ لا يا طارق لا. التمرجي كان السبب ان هم ما قدروش يثبتوا عليها حاجه لانه شهد شهاده زور وقال ان المشتبه فيه اللي هو العشيق كان معاه ليله الحادثه. انت عارف يا طارق؟ عارف الدكتور كان شاكك ان مراته بتخونه مع مين؟ مين؟ شريف عباس اللي شغال مع ناجي الخليلي. مش فاهم. هتفهم حالا او يمكن تتوه زيي مش عارف. بص بقى الكبيره عشان دماغك دي تنفجر زي ما انفجرت عندي. شريف عباس طلع بالفعل على علاقة بمرات الدكتور وقتل الدكتور. التمرجي اللي هو أصلا كان صاحبه هو اللي عرفه عليها وشاهد شهادة زور وقال إنه كان سهران معاه. بس المصيبة الكبيرة بقى إن اللي كان بيحقق في القضية دي سيف عبد الرحمن. يعني سيف استخدم تفاصيل القضية دي واللي هو بس يعرفها قرر يقول اي حاجه ويالف اي كلام ويشتغلك ويشتغلنا كلنا. طب ليه؟ هو قال لي ليه؟ لما تفتكر تاني ازاي ان الصياد هو الراجل الغلبان اللي اتقتل ده ظهر كده فجاه بمجرد ما سيف حكى الحكايه
وتلاقي واحد تاني تماما ملوش اي علاقه بالموضوع، تتاكد ان سيف كان كذاب في كل كلمه قالها لنا. عايز يحتفظ بالمعلومات لنفسه عشان لسه بيطرد الصياد. انا مش مستريح للكلام ده يا طارق. وبعدين ما ينفعش نبسط الحكايه للدرجه دي. انا متاكد انك لو فكرت تاني في كل تفصيل عملها الراجل ده من ساعه ما انت دخلته معانا في التحقيقات، تكتشف انه ما ساعدناش باي حاجه، بالعكس ده اعاق التحقيقات بقدر المستطاع. بص يا وائل، احنا الكلام اللي معانا ده ما نعرفش نتحرك بيه. ليه؟ ليه ايه؟ يا ابني لازم نتعلم من اخطائنا. ما ينفعش نهاجم سيف عبد الرحمن واحنا معناش حاجه صلبه مؤكده ما تخرش الميه. عايزين تفاصيل واضحه وضوح الشمس، ما يعرفش يفلت منها. بقول لك ايه؟ عايزك تعمل لي تحري عن اللي اسمه هشام البكري ده. هو ده اللي قتله ماجد العزازي على انه الصياد. احنا طبعا جمعنا عنه شويه معلومات، بس عايزك تحرى عنه تاني، يمكن تلاقي ليه اي صله باللي اسمه سيف ده. يمكن نلاقي حاجه توضح لنا الموضوع اكتر ونفهم هو بيعمل كده ليه وبيعمل ايه بالظبط. طارق بقول لك ايه؟ كده بنضيع وقت. الموضوع سهل جدا وبسيط، احنا ممكن نستدعيه ونستجوبه رسمي. لا ما ينفعش. بص يا وائل، انا في كل مره حاولت اهاجم سيف عبد الرحمن واهبش فيه كان هو بيكسب وانا كنت بتضر. خلينا بقى المره دي كده نهدى ونستنى ونسوي له حاجه كده على نار هاديه. ماشي. ازيك يا باشا؟ ازيك يا بيه؟ ازيك يا بيه؟ سيادة العقيدة عامل ايه سيف؟ انا قلت بقى نتقابل هنا احسن من جو المكاتب والادارات. يا سيدي احنا في الخدمة مفيش مشكلة. ربنا يكرمك يا باشا. انت سبت خدمتك في الجهاز ولا ايه؟ اه بس لسه شغال معاهم في قضية كده لسه ما خلصتش. اتفضل. سيادتك اشتغلت مع الرائد سيف عبد الرحمن في الإسماعيلية؟ اه. طب ممكن تخلينا عنه شوية؟ اكلمك عنه من أي ناحية بالظبط؟ من ناحية كل حاجة يعني. اي حاجه تعرفها عنه قولها لي ان شاء الله حتى ما ازجز زمته. هو على كل حال كان ضابط ممتاز من انضف الشخصيات اللي انا اتعاملت معاها، وزعلت جدا جدا لما سمعت بالحادثه اللي تعرض لها. طب عندك فكره عن قضيه الدكتور مرتضى ومراته وشريط عباس؟ لا دي حصلت في اسماعيليه. اصلا لا مش في الاسماعيليه. بص انا اعرف ان مرات سيف وبنته اتقتلوا، هما كانوا عايشين في الاسماعيليه، واعرف ابو مرات سيف حماه راجل محترم جدا. طيب تعرف حاجه عن الصياد؟ ما هو الصياد ده هو المجرم اللي سيف اتصاب وهو بيطرده. ايوه يعني عايش ميت اي حاجه؟ لا ما عنديش اي فكره، بس متهيألي ان سيف كان شغال على القضيه حتى بعد ما ساب الاسماعيليه، بس بعد كده ما اعرفش راح فين. طب معلش يا فندم سؤال اخير بس. اتفضل مفيش اي مشاكل. سعادتك سمعت عن واحد اسمه هشام البكري؟ هشام البكري ده شكله مش غريب عليا، بس مش فاكر شفته فين قبل كده. على كل حال هتديني يومين وانا اجيب لك معلومات عنه. طب انا هنتظر من حضرتك اتصال، بس في حاجه اخيره وهشيلها لك فوق دماغي من فوق. اتفضل. حضرتك ممكن تقول لي اي معلومات عن حما سيف؟ يعني رقم تليفونه وعنوانه واي حاجه. اي حاجه من عينيا الاثنين. تسلم عليك يا عم باشا. متر تعالي، مفيش حد هنا. لقت الطعم. ايه اللي حصل؟ بيسأل في الموضوع وبيقول ان هو عايز يقابلني، بيقول لأمينة صاحبتي ان هو ممكن يتصرف وممكن يجيب ناس يشتروا، بس يفهم الموضوع الأول. طيب كلميها وقولي لها انك ممكن تقابليهم بكرة بالليل. وهروح لهم؟ أكيد، بعد ما تقعدي معاه ونعرف اخره احنا بنكلم الخليلي. حاضر. عمرو باشا. سيف باشا، انا مقصر في حقك ونفسي من زمان اجي ازورك، بس انت عارف الظروف يا باشا. ولا يهمك يا باشا، امرني. بقول لسعادتك ايه،
النهارده قابلت واحد كان شغال في الجهاز وقعد يسألني عنك وعن الصياد وطلب رقم تليفون الأستاذ لطفي حماك. مين الضابط ده سعادتك؟ اسمه وائل. هو في مشكلة؟ لا 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 مفيش مشكلة ولا حاجة. ده هم أصلهم رجعوا حققوا في موضوع الصياد ده تاني وعايزين يقفلوا الملف بقى. لا 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 عادي سعادتك، ولو حبوا أي تعاون من سعادتك يعني متأخرش عليهم، أنت عملت الصح. ماشي يا باشا، ماشي يا باشا، مع ألف سلامة. مش هينفع نستنى لحد بكرة، كلميها دلوقتي وقولي لها إنك هتقابليهم النهاردة بالليل. حاضر. تعالي ورايا. ايه ده؟ الحكايه ابتدت اسرع مما كنت اتخيل. بيقربوا منك. انا مش فاضي بقى احاور والف وادور ولا حتى افكر. خايف؟ قلقان. انا خلاص قربت قوي من النهايه. وايه هي النهايه؟ انك تقتلهم كلهم؟ ايوه، اني اقتلهم كلهم. ازيك يا امين؟ ازيك يا حلم؟ اهلا اهلا. ازيك يا حلم؟ على فكره بقى انا مش زعلان منك، وادينا اهو فاتح لك باب بيتي وعلى استعداد تام ان انا سامح. معلش ما بعرفش ازغرط، مش عارف اعبر لك عن فرحتي. حلا انت تهجمت عليا وهنتيني في قلب مكتبي. يا سلام، من باب للطاق كده ولا انت كنت عايز حد يكنسك ويعبيك في كيس؟ جرى ايه يا حلا؟ ما تلمي الدور بقى يا حبيبتي، احنا جايين على نفسنا وعايزين نساعدك، يبقى ما تقلبيش بقى في الدفاتر القديمه بدل ما اطلع اللي عندي. وانت عارفه بقول لك ايه، انت اقعدي على جنب، احنا ولا هنطلع الدفاتر القديمه ولا في الجديده. لو قلبنا في الدفاتر القديمه كلنا هنسال من بعض، وهنا بصراحه عايزين نفتح صفحه جديده كده ان شاء الله. ولا نزعل ولا نفرح، خلينا في المهم، خلينا في موضوعنا. بصراحه كده انا ما عنديش وقت اضيعه وعايزه اجيب من الاخر. وماله حبيبتي، هاتي من الاخر، ايه المطلوب؟ عايزين حد ياخد الفلوس من اللي بيشتري ويديها للي بيبيع. انا افتكرتك عايزه حد يشتري. لا انا اعرف الاثنين وعايزه الوسيط. عايزين وسيط؟ طب وعلى ايه يعني؟ من اللي هيشتري يروح للي هيبيع ويشتري منه على طول دايركت يعني؟ ما هو مش عايز يظهر في الصوره. مش عايز يبان في الصوره؟ انت تعرفيه منين يعني؟ حد معرفه. معرفة قديمة، العلاقات بتنفع برضو. طب طالما معرفة قديمة وعارفة كل الأطراف بتجيبي وسيط ليه؟ خد انت الشغلانة من أولها وتطلعي برغيفك سليم كده، محدش قاطم منه يعني. ما أنا برضو ما ينفعش أروح للي بشتغل معاهم وأقول لهم إن أنا أعرف حد عايز يشتري سلاح. أستغفر الله العظيم يا رب، الهموم والوساخة مكتوبين علينا طول حياتنا. هموم ووساخة إيه يا هبلة أنت؟ اقعدي على جنب واسكتي، ده أكل عيش يا بابا. أنت عارف دي تعرف مين؟ تعرف مين يعني؟ ناجي الخليلي. ناجي مين؟ الخليلي. تعرفه؟ اعرفه يا بنتي، ده 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 ده, ده صوره ماليه الجورنال والتلفزيون. اعرفه ده، انا اعرفه عز المعرفه، ده حاجه كبيره قوي يعني. مش واللي هيشتري اكبر منه كتير. طب ودول محتاجين للناس الحسالة اللي زينا يتواسطوا ما بينهم ليه يعني؟ الراجل ده اول مره يشتري كميه سلاح كبيره، عايز حد يتكلم بالنيابه عنه، مش عايز يظهر في الصوره، مع ان هو عنده 500 طريقه. بس لما عرف ان انا بشتغل مع ناجي الخليلي وثق فيا وكلمني، وانا بقى خدته على مشان، ومش عايزه الراجل ده يطير من ايدي. شكله كده غرقان بششته. انا هكلم ناجي الخليلي النهارده وهقول له ان انت وكيل الراجل ده، وان اسمه الحركي الصياد. الصياد؟ وبيعرف يصطاد؟ ناجي الخليلي هيكلمك، هتديله العربون وهتقوله ان انت هتديله كل التفاصيل بعد كده، وان الصياد هيكلمك وهيرسيك على المطلوب. ثواني كده يا حبيبتي، ارجعي هسايه كده لورا، عايزان انا ادفع عربون؟
اوعى بنت تكوني جايه تنصب عليا وفي الاخر تنصصي معاهم. يبقى انت ما تعرفنيش يا بابا. ده انا 5 مليون جنيه 10% من اجمالي اللي هياخده ناجي الخليلي. ايه يعني ايه؟ يعني انت هتشتري سلاح لحساب الصياد ب 50 مليون جنيه. 50 مليون جنيه؟ طب وانا نصيبي في الحكايه دي كام يعني؟ 5% يعني 2.5 مليون جنيه. بس بقولك ايه، فتح مخك وتعمل كل اللي يقولك عليه. اعتبريني فردة شراب بأستك في رجلين معلي. عايزة وصل ولا حاجة؟ لو فكرت تلف وتدور او تحط ايدك على حاجة مش بتاعتك قول علينا كلنا يا رحمن يا رحيم. اطمني يا اختي وحط في بطنك بطيخة صيفي. اللي يخلي واحد أعمى يحتفظ برقم تليفون مهم زي ده على كارت؟ ايه؟ هيقراه؟ وانا مالي؟ نعم؟ انا مالي؟ انا لقيته بيكلم العقيد حمدي وبيقوله ان هو هيجيب منه رقم تليفون الراجل اللي يعرف الصياد. ما كدبتش خبر. طب ولما يعرف ان الكارت ضاع؟ ما ضاعش، انا صورته ورجعته مكانه ودي صورة منه. يعني انت خدتيه وصورتيه ورجعتيه تاني مكانه من غير ما هو يحس؟ مش اعمى. ما شكش فيكي بعد اللي حصل؟ قصدك بعد ما خطفته؟ بالظبط. مش عارفه، اكيد يعني شك. لا ده طبعا اكيد شك في كل اللي حواليه. طب وما عرفتيش رجع ازاي؟ رجع عادي، عادي جدا. قال ان هو بيشتري هديه لاخته وانه مش عايز اي حد معاه. هديه؟ مش يمكن ده كمين عامله عشان يجيب رجلي؟ يمكن. الله، ما تتكلمي عدل امال. الله، ما انا بتكلم عدل اهو. هو انت شايفني بتكلم عوج؟ ايه مالك يا بت؟ ما ماليش، بس انا كده بصراحه ماليش دعوه. كمين مش كمين، انا ماليش فيه. بأمانة بقى أنا زهقت وتعبت وعملت لكم كل اللي أنتوا عاوزينه. ده أنا حتى اتصرفت وجبت لكم معلومات أنتوا مش طالبينها. اعتقوني بقى لوجه الله. لسه محتاجك. يبقى تدفع. أنا عملت كل اللي فات محبة والاتفاق خلص. ومش هعمل أي حاجة تاني ببلاش. حتى لو قطعتوني حتت. حقها، حقها يا ريس. حقها. لو الكلام ده بجد يا سعادة الملكة هظبطك. ماشي. الو، انا الصياد. ايوه باشا، ما عليك انا. اخرس خالص واسمع اللي هقوله لك ونفذه بالحرف الواحد. تمام يا باشا. انا هبعت لك رساله فيها لستة بالسلاح اللي انا عايزه. اتفضل يا باشا. لما ناجي الخليلي يجي لك اديله اللستة دي وشوف طالب فيها كام. يجيلي؟ هو هيجيلي يا باشا؟ ما تفصلوش وما تقولوش اي حاجه تانية. طب لو سالني عليك قول له الحقيقه. الحقيقه جرايالة، قول له الحقيقه. قول له انك ما تعرفنيش وبتتعامل معايا عن طريق التليفون وبس. اي كلمه زياده مش هتبقى في مصلحتك. انت ما تعرفش انا ممكن اعمل فيك ايه. لا يا باشا، انا لا يمكن اتصرف تصرف من غير يا باشا. هو ناجي الخليلي هيجي لي امتى؟ هتلاقيه قدام باب مكتبك دلوقتي. اسف اني جايلك من غير معاد، بس انا ما كنتش عارف رد فعلك هيبقى ايه لو كلمتك في التليفون وقلت لك اني عايز اشوفك.
اتفضل. بقاء لله. أنا مش عايزاك تحمل نفسك مسؤولية اللي حصل. إحنا كنا عارفين إنه خطر، ولو ما كانش مدحت عمل كده أكيد ما كانش هيحصل له الموقف ده. هو عموما يعني في تحقيقات بتحصل دلوقتي وإحنا متأكدين إن أمير نصار ده. أنا بس مش عارفة. مش عارفة إيه؟ مش عارفة إمتى مدحت بقى كده، وإزاي، وإيه السبب. اللي أنا أعرفه إن المنحرف من وهو صغير بيبقى عنده استعداد، نتيجة تربية معينة أثرت فيه وفي نفسيته خليته يكبر يبقى كاره نفسه والناس والبلد. بس مدحت كان شخصية كويسة قوي، كان طموح، والله العظيم كان أخ كويس قوي. مش محتاجة تقولي كده، هو الواحد ما بيحتاجش أكتر من إنه يغلط غلطة واحدة بعد كده من غير ما ياخد باله يلاقي نفسه بيخرب. عندك حق، بس أنا كمان كان عندي حق وما غلطتش. وانا كمان ما كانش قدامي حل تاني. وانا من الاول قلت لك ما تلومش نفسك. هو انا عارف طبعا ان الظرف مش مناسب، بس انا في سؤال كده عايز اساله لك، يعني ما ترديش دلوقتي، لما تروقي كده اهدي وفكري وكلميني. ايه هو؟ هو انت كنت رافعه قضيه على سيف عبد الرحمن عشان كان عازب واحد. مظبوط. أنا بقى عايز أعرف تفاصيل القضية دي لو ممكن. يعني ليه؟ أكيد أنت مش جاي تعرف مني اللي اتنشر في الجرايد، بتسأل على حاجة تانية. أنت عارفة إنه سيف عبد الرحمن كان بيساعدنا في قضية الصياد. إحنا اكتشفنا إنه كل الكلام اللي قاله لنا ما كانش دقيق بالمرة، عشان كده أنا عايز أعرف عنه أي حاجة، عن حياته الخاصة، ظروفه قبل ما اتصاب، أي حاجة ممكن تبقي عارفاها أو عرفتيها بالصدفة وأنت بتدرسي القضية بتاعته، يا ريت تقولها لي. يعني بس يا طارق بيه، انت عارف ان دي اسرار. القضية اتقفلت. ازاي؟ قضية الصياد اتقفلت. انا بسألك بشكل شخصي على فكرة. تمام، عايز تعرف ايه بالظبط؟ اي حاجة. نبتدي مثلا بالسبب اللي خلاه يعذب الراجل ده. تمام. الراجل ده كان متهم عنده في قضية سياسية، والواقعة دي حصلت بعد ما سيف بنته ومراته اتقتلوا. يمكن ساعتها كان محبط، ما كانش في وعيه، بس ده اكيد ما يدلوش الحق ان هو يعذب متهم عنده. توتيه كام ده حصل امتى؟ من 3 سنين. فين؟ هنا في القاهره. بس انا المعلومات اللي عندي انه قبلها كان شغال في اسماعيليه. اه بالظبط. اه بس بعدها الراجل طلع براءه بعد ما قعد في السجن شويه كالعاده، وكانت حياته طبعا اتدمرت. معلش بس تاني، انت بتقولي انه اللي حصل ده حصل هنا في القاهرة؟ ايوه حصل هنا. الو. ايوه طارق، كنت بحاول اوصل لطفي حما سيف. كويس انك كلمتني دلوقتي. لا لا لا، عايزك تأجل الموضوع ده شوية عشان تتأكد لي من حاجة تانية خالص. خير؟ عايزك تشوف لي اي ورق او بيانات عن الاصابه اللي تعرض لها سيف. الاصابه؟ ايوه. انت عايز تعرف ايه بالظبط؟ عايز اعرف الاصابه دي حصلت له امتى وفين، وحصلت له اصلا ولا لا. اصلا ماشي.